العالم فيه دائما هذه الازدواجية اللي غير متجانسة وما يمكنش يكون فيها التجانس، لأن ما عملناش الملائمة المطلوبة. قلت قبيلة بأن الديانات فيها قيم نبيلة إنسانية ما قدرناش نعرفوا بها. القيم الإنسانية النبيلة في الإسلام ما قدرناش نعرفوا بها. علاش؟ لأن أعطينا الأولوية لما يرتبط بالدولة الدينية، باش لأن عرفنا أنه هو اللي غينقرض، هو اللي في خطر، فأعطيناه الأولوية وخلينا القيم الإنسانية. وهذا هو اللي كيفسر أن أخلاق المسلمين في تردي كبير، كتزاد ظاهرة التدين والأخلاق المسلمين كتنزل، كيتزاد عدد المساجد والأخلاق الناس في سوء كيتزاد. ومن بين هذه المظاهر أن الآن أصبحنا في وضعية خطيرة، لأن دراسة دولية كتعتبرنا احنا الأولين في انعدام الأمانة وانعدام النزاهة في دراسة دولية. المغرب وتنزانيا ومن بعد منهم كينيا، هذه دراسة دولية منشورة في مجلة ناتيور كتقول بأن المغرب هو الأول كشعب اللي ما يمكنش تثق فيه، لو بروميي بوبل لو بلو مالونيت او موند. هذا شيء خطير. كيفاش غيجيونا السواح؟ وكيفاش غيجيونا المستثمرون؟ وحنا خلقنا على روسنا هاد الصورة ديال الشعب اللي هو ما يمكنش تثق فيه. وكيفاش وصلنا لهذا المستوى؟ حنا عندنا 60,000 مسجد والناس كلهم كيحرصوا على مظاهر التدين لدرجة المبالغة ولدرجة الأذى والضرر، والأخلاق ديالنا تزداد تراجعا. علاش؟ هذه هي الحلقة اللي خصنا نفهمه، لأن اللي كيهمنا في الدين هو أن يكون دولة كيهمنا فيه السياسة وليس الأخلاق. ولهذا ما استطعتش درس التربية الإسلامية ما استطعش يعلم المغاربة الأخلاق، لأن ما فيهش الأخلاق، فيه العقائد وفيه التمييز بين المؤمن والكافر، وعليك أن تحب المؤمن وتكره الكافر، وفيها أنك أيها الطفل ديال 6 سنين تنتمي إلى جماعة دينية منسجمة هي جماعة المسلمين، وكل ما كدير خصك تنسجم مع هذه الجماعة، وخصك تعطل العقل ديالك باش تكون تابع للجماعة وتندمج فيها. بينما لما مشيت لفنلندا ومشيت للنرويج لقيت الناس كيقولوا لي بأن النظام التربوي عندهم قائم أساسا على مبدأ الحرية، أنك كتربي الطفل باش يكون حر مستقل كشخصية، وباش علاش؟ باش ما كان مستقل غادي يقدر يستعمل المهارات والملكات الذهنية ديالو بحرية، ويكون مواطن صالح كيحترم القانون وفيه النزاهة وفيه الاحترام ديال الآخرين. احنا ما قدرناش نحقو هذا، لأن في درس التربية الإسلامية ما كاينش الأخلاق. الأخلاق قريناها في درس مستقل عن درس التربية الإسلامية في الستينات، كان عندنا درس سميتو درس الأخلاق، وكانوا المدرسين اللي كيقريونا هذاك الدرس ما كانوش متدينين بالضرورة، ولكن كانوا كيعلمونا كيفاش نكونوا نظيفين، وكيفاش ما نرميوش الأزبال في الزنقة، وكيفاش إلا لقينا حجرة نزولوها من الطريق، وكيفاش نحترموا الناس اللي كبر منا، وكيفاش نغرسوا الأشجار ونحترموا الطبيعة، وكيفاش يكون عندنا الرفق بالحيوان. علمونا هذه الأشياء بدون الإحالة على نصوص دينية. لماذا؟ لأن ما يمكنش لك تكون متخلق إلا قال لك شي واحد دير هذه الحاجة باش تمشي للجنة، ما ديرش هذه راك تحرق في العافية. هذه ليست تربية نهائيا. التربية الحقيقية هي التربية على أخلاق الواجب، وأخلاق الواجب هي لما كنقولوا للطفل ديال 6 سنين اعمل الخير لأنه هو الخير، واللي غيجعلك أنت مواطن متخلق وفاعل ومنتج في المجتمع، وكتعمل ما فيه المصلحة ديال بلادك باش تلقى بها. هذا هو الخطاب الأخلاقي، لكي ينبع الخير، ينبع من الذات نحو الآخرين. الخطاب الديني اللي كننشره في التربية الإسلامية شنو كيقول؟ كيقول أن خصك دير الخير باش تمشي للجنة، لأن هناك جزاء. طفل كيكبر على أنه ما يديرش الحاجة اللي ما كانش مقابل. والخوف، التربية على الترهيب والخوف، ما إلا درتي الخطأ راه غادي غتقيد عليك وغادي تعذب في الجنة. ويتفنن درس التربية الإسلامية في وصف العذاب والجحيم بالنسبة للأطفال ديال 5 سنين وست سنين. واش هذه تربية؟ هل يوجد بلد واحد في العالم كيحترم الشعب ديالو، دولة كتحترم الشعب ديالها،
كتستقبل الطفل في المدرسة في السن ديال 6 سنين وكتستقبله بالترهيب وبالتخويف وبالمشاهد المرعبة ديال العذاب من غير هاد البلدان ديال شمال افريقيا والشرق الاوسط. ما عمرنا ما غنخلقوا الفضيلة الاخلاقية المثلى عند المواطنين، لان ثقافة التربية على الترهيب والترغيب كنربيو اشخاص انتهازيين ماشي اشخاص فضلاء. الفضيلة ما كترتبطش بالترغيب والترهيب، الفضيلة كترتبط بالواجب النابع من داخل الذات ومن الضمير. ولهذا خصنا أخلاق الضمير ماشي أخلاق الخوف، ماشي أخلاق الخوف. دابا الشخص اللي كيسوق الطوموبيل ديالو لما كيشوف الضوء الأحمر كيشوف واش البوليسي كاين ولا لا، باش يعرف واش غيوقف أو ما غاديش يوقف. إلا ما كانش البوليسي كيحرق الضوء، لأن ما كاينش الواجب ديال أنه خصو يسجل في إنارة الحمراء خصو يوقف، وخصو يفكر في العواقب. لا، في هولندا الإنسان اللي كيشرب الكول وكيسوق عنده 900